السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير نتوما، لاباس عليكم؟ كي داير الاحوال؟ كانت قالت لك واحد السيده ابراهيم، انا كنكلع الدون كيولي الرماد يعني كحل. وكانت واحد السيده تاني، كنت مره راني قريت كل التعاليق ديالكم وغادي نجاوبكم، فهمتوا؟ واحد السيده تاني كان قالت لك راه قالوا لي باللي الدون ماشي مليح ويولي عليك، هذوك غير الكذابين والنصابين، راه ما عندكمش، ما تسمعوش للاخبار، ما عندكمش، وديري لدون راسك. شوفي انا راني كنت في الجبل الصباح، مشينا للواد، تغديت انا وبنتي وقلعت الاعشاب، راني صورت للدراري نتاع تيك توك، وجيت من الجوج وانا خدام في لدون، ودوك راها 9 ديال الليل وشي حاجه، فهمتي؟ ومازال خدام، فهمتي؟ ديريه في اي وقت لدون، وديريه لراسك، وراه ما عندكمش. علاش يقول لك ماشي مليح ويولي عليك؟ غا كيكذبوا عليك، فهمتي؟ شوف شوف شحال عندي بصوره، شتي هادو كل شي ناس اوروبا، فهمتي؟ هادو كل شي بلا اللي راك سميت، هادو كل شي ناس اوروبا. وكان قلع له بكتم، تقلعي راسك تضربي للدهن، فهمتي؟ ترتقي راسك مليح مزيان. وراسك علاش كيقول لك ماشي مليح؟ لان باغي يسرقوك، انت ما عندكش خاليه داريه، فهمتي؟ شري للدهن، ولا عندك الاعشاب ديري الاعشاب، ولا ما عندكش غير الماء، كان عندك الماء ديال الشتاء ديريه، كان عندك ديال البحر ديريه، كان عندك ديال الواد اللي يكون صافي، الواد اللي يجري بحال داك اللي وريتكو الصباح، فهمتي؟ ماشي الواد الحار، الواد الحار هو واد بخرار بحشاكم. عندك الماء ديال الثلج ديريه، عندك الثلج اللي كاين في الثلاجه تخرجي، هذاك سحر التباريت، فهمتي؟ كلمتك ما مسموعاش قدام الناس، هذاك الثلج اللي كتشريوه او لا يكون في الثلاجه ثاني كي ديريه وترتقي فيه للدون. الا ما عندكش كاع الاعشاب غير الماء، فهمتي؟ وترتقي راسك، ما يضحكوش عليكم ويكذبوا عليكم. للدون زين كيسلك 99%. علاش الرقات والسحارين ما كيحملوناش وكيقول لك حرام؟ لان كيكذبوا، هما ماشي حرام، كيسرقوا بكلام الله والقران، ويكذبوا على عباد الله، وكيقول لا داويك هذه الايه وداويك هذه الايه. لا، اللي كيداوي الطويل والاعشاب والله سبحانه وتعالى. اما هذاك الشيء غيد بيز، ما عمرها داوك آية. نكذب عليك؟ ما نكذبش عليك، أنا راه خدمت مع رقات وغير كذابين، وشحال من مرة دابست معاهم، وأنا السبب ديالي باش جيت لأوروبا، ما عمرك كنت باغي نجي لأوروبا، غير من التهديد من واحد الراكي كنا نجبدو الذهب، فهمتي؟ راه تقطع لي الفيديو، غير راسو تقطع، لأن شي مرة عندي شي حوايج، عندي شي بركة، والفيديو كيسجل الراسة، ولا كيتقطع الراسة، ولا كيبدي الراسة، وكيصورني وكلشي، فهمتي؟ تقدري الدون تقلعي راسك، كل ما تشوفي طالع لك الدم ومعبسه وعندك عبسه وتولى ومريضه عيانه وما قادره تخرجي، ولا مريضه وكسميته، او لا لحمك تمشى فيه شي حاجه، ولا شادك حريق، ولا شادك خنقه، ولا شادك شنقه، ولا كسميته، ولا الراس ديالك كسميته، يعني كيخدموا لك اما الشمع او لا يخدموا لك بخدام السحر. نوضي طيبي الدون على النار كيما راني ندير له انا هكا، الدون ديريه لراسو في الكاسرونه، ما ديري لا ما لا حتى شي واحد في الكاسرونه، هو كايده. وتجيبي غير بيدو يا اختي، ما عندك لا اعشاب لا والو، عندك الدعوه محزوقه خاليه داري، وطيع عليك حياه الجيران، غي هكاك وترتقي، تفرق رجلك وديري جلابه وترتقي لك ولولادك، عندك ولادك في اوروبا او لا تما او لا بناتك ما كيامنوش بهذا الشيء، غير التصاور ديالهم، التصويره ديما ترتقي للدون عليها. كي سميتها هنايا هذا يشوف الماء، هاكي ديروا له نوريلكم باش ما تبانش صورة عباد الله. كتشديها الصورة كتكون هاك، يعني الوجه في الماء هاك، والبياض ترتقي على البياض، لأن لا قلبتي لي وجهه غادي ديري له تشويه الجمال وتحرقي له حياته. قالت لك أنا كنلقى الرماد شي مرة، كتلقايه سحر المقابر بحال هاد السيدة اللي قلعت لها، كتلقايه سحر قديم. او والله الا لقيتي كل شيء رماد، ما يخرج لك حتى شي واحد، هذاك ما يخرج لك لا لدون لا حتى شي حاجه، كل شيء اسود. شوفي هذا السحر الاسود ديال المقابر، هاد لدون انا كنطيبو، فهمتي؟ الكسرون. اما الا خرج لك اسود بحال هذا، بحال هذه، راه خرج لها السحر الاسود. اربي هذا راجل، سمحوني، هذا راجل خرج له مسكين السحر الاسود وقديم قديم. بصح الا ما خرج لكش كاع لدون تاتروس وكسمت، لان هذا راني صفيت، هذا راني مبغيش نرميه، لان نرميه كنديرو هنايا في واحد، شوف كنجمعو حشاكو هنايا وكندير للبحر بالمعلقه ديالنا، حشتو كندير لها هكا وكنعمرو هنايا ونديرو هذا، ما غاديش نرجع. بصح اللي فيه اللدون راني رجعتو هنايا، ها هو شتو، شوفو هاد السيد راني قلعت له السحر الاسود، دايرين لافكا موسى، هذا
هو هذا فهمتوا، هزيت غير الدور رجعته هنا، يعني ضربت الرصاصه هكا حيدت كل شيء هنايا وخليت غير الدهون فهمتي. هذا نقدروا نرجعوه نخدموا به ونعاودوا نعاودوا به، كل ما يخرج لنا هذا الوسخ تنجمعوا ونديروه هنا ونديروه في واحد البيدو ونديوه نرميوه في واد ولا في بحر او ولا في شي طريق ونشتوه فهمتوا. خاصك تشتوه بحال هكا يتشتت، ما ترميوهش مجموع باش يتحل عليك واسع. بحال هذا عنده سحر المقاري، بصح الا لقيتيه كل شيء خرج لك بحال الرماد هذاك سحر الكانون، سحر النار فهمتي، هذاك سحر النار. راه قليل اللي يفسر لي كل دون فهمتوا، قليل اللي يفسر الكل دون. قالت لك وحده في تيك توك علاش ابراهيم شتك هاد الايام، كتقلع في المجمر ديال الطين، كان قلع في المجمر ديال الطين لان السحر الاغلبيه كيخدموه في المجمر، كان قلع في الطين وكان قلع في النحاس. انا هذه هي العاده ديالي فهمتي، فهمتي ديما، لان اللي علمتني الجده ديالي كلشي، انا مولا 6 سنين راني كنضرب الدول لانه معطيلي فهمتي، عقدت للجده ديالي مصغري علاش رباتني فهمتي، الله يرحمها ويوسع عليها، هي امي الحقيقي. هادو الاعشاب اللي كنديرو كلشي مخلط، انا نعدي بزاف ديال الاعشاب وانتم اللي بغيتو ديروها ديروها فهمتوا. كنقلع ثاني كن في الطين هنا شتو كلشي، هادو ديال الطين كنقلع فيه شتو، هادو كلشي ديال الطين كنقلع فيه المجمر، كنقلع في القصريه يعني القصعه، انا ديما كنقول لها القصعه ولكن كاين شي واحد من يقول لها القصعه كيقول لك ما نفهمكش ابراهيم فهمتوا. وشي مره كنخدموا من الصباح ديال العشيه حتى الربعه ديال الصباح ولا الخمسه ديال الصباح فهمتوا، باش ما يكذبوش عليك ولا كتبدا تخدمي راسك اللي قالك ماشي مليح، ما عمرك ما تبغي دير شي وصفه او تقوليها لصاحبتك او لا جارتك او لا شي وحدي، لان ما باغي لكش الخير. واش هذا بنادم باغي لك الخير؟ راه ما باغي لكش الخير، راه الا شافوا عندك خانه يا جدك يحاسدوك عليها. ندير ولا لا غير طحتي في صغرك وكانت عندك هنا شرطه في العين ديالك وكبرت ولا في وجهك ولا كتبده يبغيو يقلدوك عليها، يعني بغيتي عندك لاباس عليك ولا حازقه ديما حاسدينك فهمتي. راه بنادم صعيب بزاف، انا نقولها لك هذه مني فهمتي، الا باغيه تكوني مزيانه وتنقي من السحر بعدي عليك البشر، بعدي البشر، نقصي عليك البشر من حياتك، ما تقولي سرك درتي تفوسيخه ما تقوليها حتى لشي واحد باش استقلك، ان يضربوك بعين درتي لدون ما تقوليها حتى لشي واحد فهمتي. اي حاجه درتيها قبل ولا درتيه ما تحكي سرك، سدي فمك يا بنت الناس ولا سد فمك يا ولد الناس، هذه رجال ولا عيالات فهمتي. هذاك الرماد السحر الاسود كيديروه في المقابر يكون قديم، او الا خرج لك رماد 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 كلشي هذاك سحر الكانون يعني سحر النار، كيحفروا حفره في كنطيبوا الخبز وكيسميته وكيديروها تما في الطين، المسائل ديال الطين فهمتي، هادو تاع الطين في القدره ديال الطين، وريتكم ديك القدره ديال الطين فهمتي. درك غادي ندور لكم الكاميرا باش تشوفوا العدو. نسيت لكم حاجه واحده، هو ديما متخدمي يعني خاصه يكون عندك ديريه قريب للسرجم ولا قريب للبالكون فهمتي، باش ما يعطرش عليك. شوفي انا هاد البيت خادمها بالشباك لانه هو خاصه يخرج الريح ديالو الدخان ديالو باش ما ياثرش عليك فهمتي، ها هو باش ياثر عليك. شوفي انا داير الشباك، ها هو شوفي الحيطان، الحيطان عندي مثلت واحد ها جوج وها ثلاثه، ومن لهنا داير اللوح الشباك فهمتي. شوفوا هادي راني ندير الرفاجه، راه كان عندي الضيف علاش كلشي دخلته هنايا باش ما يشوفوش فهمتي. شوفي الشباك من لهي وشوفي الشباك السطح باش تخرج ديك الريحه وكيسميتها. شي مره ما كيستقلكش اللدون ولا كسميتها ترمي فيه البخور بحال هكا، شوفي منها تبخر كيقول لها التبخيره ديال اللدون فهمتي، غادي تهزي البخور هكا وترميها شديها ها هي وتبخر. شوفي يعني فرقت رجليا، شوفي ابراهيم ها العدو وتبخري راسك، هادي واعره الا كان عندك الربط ولا سحر العقد ولا ولا اي سحر ولا عندك الجن العاشقه ولا المس، وتبخري راسك تبخري كسميته كيقول لها التبخيره ديال الدن هذه، ود المراه ما عارفهاش اقسم لك يمين، وراه نقلوها من شتيها ولا ما كيستقلك للدون وما يقدرش يذوب بهاد الاعشاب كيذوب فهمتي. اي اعشاب عندك ديريها شتي، ها هو كيخرج من الدون ما غاديش ياثر لا على الدون لا حتى شي حاجه باش يذوب لك للدون، ومنها تبخيره ومنها من تقلعي ما يبقالكش تما داك السحر تاني كي الجن، الا قلعتي داك السحر وكزمتي يقدر يقعد لك في الدار، ولا كي الا درتي بها التبخيره كيحيد لك. هذه راه والله ولد المراه ما يعرف لها، انا تعرفي
الناس بزاف الناس اللي قال لك تعلمنا منك، وكاين شوافات وكيسميته والله لا كيخدموا بالوصفات ديال هاد الناس. هاد المرات الدريات اللي مشاو للمغرب وكيسميته والله الا لقاو الوصفات ديالي وقالوا له هاد الوصفات ديال ابراهيم، شحال من وحده قالوا له هاد الوصفات، لا عند رقاة ولا عند شوافات ولا عند فقهاء. ماشي كنتكبر عليك وراك عارفين اللي في قلبي كنقوله لك وراك وعزاز عليا وما نبغيش يديو لكم فلوسكم. شوفوا الاعشاب عندكم في الدول العربيه رخيصه، حنا قالعين حشاك والسروال هنا كل شيء غالي، انتم عندكم الاعشاب رخيصه، الدون رخيصه، راسكم بيديكم تسلكوا راسكم. شوفي باش ما يكذبوش عليكم لان ما يبغيكوش تسلكوا، راه ما تبغيك لا عمتك ولا خالتك ولا اخوك ولا كسمتها، لان هذا انا راه وقع علينا، رانا كنا نصيفطوا للعمة الخالة هذه مريضة هذا داخل الحبس هذا كسمته، النهار اللي تقولي تزوجي لا مرا ولا راجل كلشي كرهك ويبقاو يسحروا عليك يعقدوا لك كلشي، فهمتي؟ ما تقوليش الوصفة اللي غادي ديريها والله تقولي، فهمتي؟ الدور راه مزيان كيسلك 99%، اي اسحر على برا كيسلك، تاني كل الاعشاب بس سلكي الداخل وبيدك تسلكي راسك، فهمتي؟ الاعشاب عندكم رخيصة في الدول العربية، ما عمرك تقولي غادي شي وصفه لانك يضربوك بعين. شوفي حنا الرقاه والفقهاء وهاد السحارين حاسدين، قال لك نتوما اللي في اوروبا عندكم الفلوس وكتعطيو الوصفات باطل، راهو قال لنا ماشي غنيه، فهمتي؟ حسبونا حنا ما كنبكروش هنايا ما كنهزوش الماكينات، فهمتي؟ حتى حنا كنبكرو عندنا مصاريف وعندنا دراهم. عارفين العام اللي فات شحال رجعت لاسيندا بنات اوروبا؟ راه عارفين رجعت 50 مليون لاسيندا، فهمتي؟ رجعت 50 مليون لأن دخلت أكثر أرباح ورجعت 50 مليون، وما حاسبين ما كنديرش هاد اللقطات اللي لقيتهم، فهمتو؟ الأعشاب عندك رخيصة، وأي تفوسيخة كنديرها تقدري تدوشي بها وديري بها، فهمتي؟ دوشي بها والله تبخري بها، اللي قدرت التبخيرة دير تبخيرة، واللي حاسدينها والله تابعينها والله العائلة والله الخوت والله العجوزة يقولوا لها راكي تسحري تدوش بها، فهمتي؟ لكن الدون ديره راسك، الدون راه مزيان كيسلك اللي كيديروه الفقهاء وكيديروه الرقاة، حنايا كنسلكو انا بعدا كنسلكو، وهما الناس جاو عندي 350 ناس اللي جاو عندي، راه حرام عليا بنتي انا راك عارف اللي في قلبي، وشوفوا الوصفات ديالي ما حالش فيهم وما مدخرش القران، لان اللي علموني وعطاوني الطقوس وتعلمت الراسي قالوا لي بعد القران ما تكذبش عليه وما تخدمش فيه انتو والملحه، هادو جوج حوايج اللي وصوني عليهم، والصراحه ديما الصراحه، فهمتو؟ شوفوا انا هاني درك راه قريبه العشره ديال الليل راه خدام من الجوج وانا خدام، فهمتو؟ اليوم الدور وغدا الجل، فهمتو؟ وكنخدم الدراري من القلب ديالي، بصح ملي نكون خدام الطقوس ما نبغي نهضر حتى مع شي واحد في الجل، ما نبغي نهضر حتى مع شي واحد، شي مره كيدخلوني يشوفوني داخل الوصف ويبقاو يعيط، لان الا غلطت انا في حرف ماشي هاد الطلاسم اللي دايره نتاع صحابات الشمع ودوك البنات الجواد هذاك، راه غير كذب ونصب، راه الطلاسم الصحيحه الا غلطت انايا في حرف مشيت فيها وبنتي تبقى موتره، خاصني شي مره كندخل هنا الوصف كاش نهز المعلومات وتصاور ونصيفط الفيديوهات لعباد الله كتلقاه داخل، ما خاصنيش انا نجاوب نهائيا لان خاصني نركز على الخدمه، الدون كنصور ونصور ليهم وندير الماء قدامهم وندير الاعشاب ديالهم والدفله كل شيء قدامهم، ماشي بحال شي وحدين كيديروا 100 صوره ويطردقوا فوق الدره، دخلوا عندي دريات كيخدموا عند شوف كيديروا 100 صوره 200 صوره ويطردقوا فوق الدون ويصيفطوا دوك الفيديو لواحد، انا كل واحد نصيفط له الفيديو ديالها لا في الدون ولا صور حوار، اما الجل ما كنوريش، فهمتوا؟ الجل ما كنوريش لان نخدم الطقوس والطقوس كتفسخ، فهمتوا؟ لان الطقوس كتفسخ تأثر على مود الصورة وتأثر عليا أنايا لأن مخدومة الطلاسم، راني وريتكم ديك النهار الصورة كي كندير ليها، لأن شحال من مرة كتقول لك إبراهيم راك ما خدامش الصورة، إبراهيم راك ما كتكتبش هنايا، لا أنا كنخلي واحد المورصويات هنايا بويض وكنكتب فيهم، أنا كنكتب داخلي، فهمتي؟ كنكتب داخلي لأن باش الدرية ما نصور ليها كنصور ليها البياض، فهمتي؟ لان الا صورت لهداك الطلاسم غادي تفسخ، فهمتو؟ فهمتو الراسك؟ وشوفوا كاع المتابعين ديالي لا رجال ولا عيالات ما تيقوش، وهذوك اللي دخلوا عندكم في التعليق ما تيقوش عنده راه غير نصاب، سيرتو بنات اوروبا ولاد اوروبا عليكو العين، عليكو العين سحاره مغاربه وسحارات، عليكو العين راه غير النصب والاحتيال وكيهدوك
بالتصاور، لان يوميا كتدخل عندي 60 واحد 70 واحد مهدد، راجل ومراه باغيين غير يسلكوا راسهم من السحر، لقاو راسهم طاحوا في نصابه. ما بقيتي تعرفي اليوم لا من اللي خدم مزيان ولا ما يخدمش. ها عار ربي حتى ورسان كل المتابعين ديالي الوصفات ديروه وجربوا، ولا ما صدقتلكش الاولى صدقلك الجوجه، ولا ما صدقتلكش الثالثه صدقلك الرابعه، وجربوا بزاف الوصفات ديالي، راه من القلب ديالي والبركه ديالي، وانا خدام بجواد يعني البركه. الجواد هما الشيطان، لكن انا خدام بركه، انا الرق ديالي صالح، كل شيء يدي كل شيء صالح، فهمتوا؟ لان انا معطي لي هذا الشيء. ما قريش الروحانيه، انا روحاني وزهري، لكن ما قريش الروحاني، فهمتوا؟ لكن عندي بركه لا في الكنوز كنجبدها بدون مشاكل، كنجبدها لهنايا وساعدت الناس. وغادي نفوت لكم هذه هي من الاصوات، لان قالت لك وحده لا راك غير تقول على كسمتها، غادي نفوت لك شحال ما طلب مني الوصفه، مسكين ضربوه الجنون ومشى يجيب كسمي. راه فيها رؤساء، فيها بوليس، فيها جدارميه، صحابي داك اللي جبد الذهب غير بوحده، فيها ناس كبار، لا في الجزائر ولا في المغرب ولا في ليبيا ولا في مصر، ووروني خرائط، فهمتي؟ كنبغي يكون موت عليكم ولدو ندير على راسك، ما يضحكوش عليك. لكن كاين واحد التساؤلات، يقول لك علاش ابراهيم داير الطاقيه في الليل وراه الحمار؟ هذه فيها الحكمه، عندي شحال من واحد فيها الحكمه. وفي اللدن او لا في الجلب، من تكوني ديري اللدن ولا الجلب، ممنوع تحكي في راسك بدون ما تغسلي يديك بالصابون او لا بجافي. هادي نقولها لكم، اي وحده دير اللدن او لا دير الجلب ولا دير الشمع ولا دير كسميته، وفي اي قبول ديما كنقول لكم ديري اللدن او لا في الجلب، ديري ليك ولا الراجل ديالك ولا الخطيب ديالك، عاد كلعي له لا في سحر الكراهيه ولا التفريق. كنبغيكم موت عليكم، لان ممنوع تخدمي اللدن وتحكي في راسك، فهمتي؟ ممنوع تحكي في راسك او لا الجلب ولا كسميته، لان حتى تغسلي يديك، علاش انا دايرها؟ ربما ننسى ونحك في راسي. اما انا ملي كنضرب اللدن كندير الكمامه وكندير النظاريات، فهمتوا؟ وكندير ليكويات.